من يومين تابعنا افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي طبعا في دورته الـ45 واللي بيتعمل في دار الأوبرا. المهرجان طبعا مليان بالفقرات المختلفة والفعاليات المختلفة اللي تقدم منها جزء كبير في افتتاح المهرجان بحضور أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي. الافتتاح كان حلو جدا يا نرمين، شفنا كم النجوم فعلا اللي حضروه، كان الموضوع مبهج جدا السنة. ولسه امبارح كنت بتفرج كمان على الندوة للفنان أحمد عز، الحقيقة كانت ندوة لطيفة جدا، وهو شخصية الحقيقة من الشخصيات والفنانين الجمال جدا. الفيلم الحقيقة اتعرض فيه الفيلم الفلسطيني أحلام عابرة، هو فيلم روائي مدته تقريبا 85 دقيقة من تأليف وإخراج رشيد مشهر أو مشهراوي تقريبا على ما أنا بنطقها صح. ويعني خلينا نقول إن الفيلم بيحكي قصة حياة ولد اسمه تقريبا سامي وبيدور هو عن، كان عنده حمام زاجل، فهو كان بيدور على الحمام الزاجل، فأثناء رحلته هو بيحكي يعني بيحصل محاكاة لقصص أو قصة الشعب الفلسطيني. هو بيقابل كذا حد من أصدقائه فبيقعدوا يتحاكوا مع بعض فكرة القضية أو القصة الفلسطينية، لأن كل شخص أكيد عنده قصة، أكيد إحنا طبعا قلبنا مع الشعب الفلسطيني طبعا. يعني لفتة حلوة جدا من المهرجان كمان شفنا أنه العلم الفلسطيني كان كله بيتوزع كبراش على كل الناس اللي دخل المهرجان، وكان كله حطوا حتى لابسين السكارف الفلسطيني. الموضوع حلو جدا، وحلو قوي ان احنا دايما مهتمين بمشاركة طبعا فلسطين، وكلنا مع فلسطين طبعا بقلبنا. بندعم كلنا القضية الفلسطينية. كمان خلينا نقول ان المهرجان كرم في الافتتاح ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، هم المخرج المصري يسري نصرالله، واللي اتكرم بجائزة الهرم الذهبي، ونجم كمان احمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج البوسني دانس. وخلينا نقول ان المهرجان السنة دي الحقيقة هو ليه مذاق خاص. وخليني اتكلم كمان عن يعني رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ليه طابع خاص، والحقيقة يعني على الرغم ان هو كان لسه خارج من يعني مأساة وفاة اخوه الفنان الراحل مصطفى فهمي، لكن هو الحقيقة عامل برضو شغل حلو جدا في المهرجان. طيب لفتة أكيد حلوة جدا مهرجان كمان اتكرم ناس رحلوا عننا مؤخرا طبعا، زي الفنان أشرف عبد الغفور وفنانة ناهد فريد شوقي. يعني دايما المهرجان بيحب يكرم نجومه سواء اللي لسه موجودين او اللي راحوا، ما بننساش حد يعني اكيد. وفي الندوات كمان المهمه للمهرجان ندوه مرآه مصر الهويه في عيون خيري بشاره، كانت على المسرح المكشوف الحقيقه بدار الاوبرا المصريه، وخلالها كمان اتكلم المخرج خيري بشاره عن نظرته بقى في تقديم افلامه اللي بتعكس الهويه المصريه. والمهرجان لسه بقى مكمل معانا يعني برده 45 في دورته طبعا ال 45، وفي 190 فيلم بيشاركوه من 72 دولة مختلفة، 37 عرض عالمي أول و8 عروض دولية الحقيقة، و119 عرض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.